انتهت الهدنة ودخلنا في مرحلة الجد والترقب لما ستؤول إليه الأمور والملف السياسي، لكن شنو الممكن أن يصير خاصة في ظل تباين آراء الإطار بين المتمسك بالسوداني واللي يتمحور بطرفين هما دولة القانون والعصائب أو صادقون، في حين الأنباء تقول بأن هناك أطرافاً إطارية منها العامري والحكيم وجهات أخرى لديها رأي آخر ترغب بإعطاء فرصة ثانية للكاظمي بعدما يعود من جولة نيويورك للقاء قادة العالم. وهذا الأمر متوقعات فقط، بل هناك إشارات قرأت تؤكد بقاء الكاظمي في منصبه، والأمر ربما أجمعت عليه إيران وباركها كوتراني من لبنان وتنتظر الضوء الأخضر من الأمريكان. لكن هل يرضي عملية تغيير اسم المرشح الصدر الذي تحولت الأنظار إليه لمراقبة خطواته القادمة في الأزمة الحالية، لو هي بالأساس أبعد من قضية من يكون في المنصب، في وقت تتحدث مصادر أخرى إلى أن وفداً من مختلف القوى السياسية برئاسة هادي العامري يستعد لزيارة الصدر، سيضم رئيس إقليم كردستان شيرفان برزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وسيقدم مبادرة تتكون من عدة نقاط وهي حل البرلمان وانتخابات مبكرة مع إمكانية تشكيل حكومة بمواصفات مقبولة لإدارة تلك الانتخابات، في حين تعثر التفاهم بين الأطراف سيعيد الاعتصامات إلى الخضراء. وهذا مو تخمين أيضا، لأن كلام الصدر بتغريدته اليوم كانت واضحة وفيها إشارة إلى جماهيره قائلا: أشكر الله الذي رزقني حب القواعد الشعبية، رغم تأكيد التيار بأنه لن ينزل يوم 1 أكتوبر للشارع. على الطرف المقابل الأنظار مو فقط تترقب الأطراف السياسية، لأن تشرين هي الأخرى لها كلمتها وقاعدتها الجماهيرية، وهي التي غيرت شكل العملية الانتخابية والسياسية الحالية. فشنو الممكن أن يرضي تشرين إذا ما توصل طرفا الأزمة الشيعية إلى حوار وحل؟ نرجع ونقول الهدنة انتهت ودخلنا في مرحلة الجد.